أصلاً كنا بنشتغل على بانوراما الفيلم الأوروبي اللي هو مهرجان الأفلام الأوروبية. كان هو ده مبادرة بدأتها شركة الفيلم مصر العالمية في 2004. من هنا جت الفكرة إن احنا يبقى عندنا دور عرض موجود بشكل متواصل طول الوقت شغال كل يوم بيعرض نوعية من الأفلام هي تعتبر مختلفة شوية عن الأفلام التجارية، هي أفلام ما بتتعرضش في السوق قوي، ما لهاش مساحة قوي، فدي كانت الفكرة يعني. فسياسة البرمجة في زاوية في حاجة مهمة قوي بالنسبة لنا كلنا، وهي التنوع، إن احنا بنحاول إنه الأفلام اللي بتتعرض تكون متنوعة بقدر الإمكان، ما بين أفلام متنوعة لأن هي من جونرز مختلفة، كمان أفلام من بلاد مختلفة، ويعني بنحاول برضو إنه نركز على أفلام عربي مش بس مصري وأفلام أوروبي مش بس أمريكاني، بنحاول إنه يكون في التنوع ده. وأعتقد إنه هو ده أكبر بيكون أكبر عامل في القرارات، إنه في الآخر زاوية مساحة للبدائل، فبنحاول إنه نوفر البدائل دي بكل الطرق اللي نقدر عليها يعني. من قبل ما زاوية تبتدي أصلاً كان في بانوراما بقالها سنين يعني، فطول الوقت احنا في بانوراما بنعمل الموضوع اللي هو التعليم والسينما، بنعزم مدارس وجامعات وطلاب من مدارس مختلفة خاصة وعامة. دور العرض مقتنع انه الافلام دي مش هتجيب فلوس، او هتجيب فلوس اقل من افلام تجارية اكتر زي الافلام الامريكانية او الافلام المصرية، فهو بيتخلص منها على طول. احنا شايفين غير كده، احنا شايفين لو الافلام دي اتعمل عليها الشغل صح وعرفنا نوصل للناس اللي هي مهتمه ان هي تتفرج النوعيه دي من الافلام، وده دي حاجه تاخد وقت يعني، دي مش حاجه بتحصل في يوم وليله يعني. اوضح فيدباك للجمهور على الافلام بتاعتنا بيكون التذاكر، بيكون الافلام انهي افلام عملت كويس، واحنا بنحاول نفهم ده. بس كمان احنا على فيسبوك وكده دايما في تواصل مع الجمهور، فان دايما ناس بتبعت لنا ودايما مهتمين ان نرد عليهم ونفهم اكتر الرياكشنز بتاعتهم يعني للافلام. في حاجه بتحصل دلوقتي في زاويه، وهي دي اعتقد هي يعني الامل او التطور اللي فعلا شايفينه هيعمل فرق فعلا، فكره ان احنا زاويه ابتدت تطلع بره القاهره. دي اول مره اجي زاويه، سمعت عنها على الفيسبوك. انا شايفه انها تجربه جريئه جدا وممتازه، وحاجه يعني في حركه جديده في السينما عموما، السينما المستقله، ودي عماله بتكبر وبتوسع في العالم كله مش بس، فكون ان احنا نواكب ده ونعمل يعني في حاجات شبيهه بكده موجوده في كل حته في العالم، فكون ان هم بداوا في مصر يفكروا بالعقليه دي اللي هي يعني خطوه لقدام انه ده مستقبل السينما، بتقدم نوع من الافلام اللي ليها جمهورها كويس. بس الفكره في انها محتاجه تاخد حقها، لان الناس لازم تعرف ان ده اوبشن متاح.